Gianni Albenna, fondatore di Islamic Relief nel 1984 in Inghilterra a Birmingham. Ci sarà da divertirsi, eh? Adesso per chi non lo conosce, conoscerà il personaggio. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صعب ان واحد يتكلم بعد العلماء ما اتكلموا، لان انا مش عالم، انا راجل شارع. تربيت في الشوارع، خاصة شوارع بريطانيا او شوارع القاهرة، من الضرب الاحمر، اليقينية، سوء السلاح، الحلمية، المهندسين، مدينة نصر، وبعدين بريطانيا واوروبا الى اخره. مفيش مجتمع هيتبني من غير أسرة. أنا مش حد محاضرة. مفيش دولة هتتبني من غير أسرة. مفيش حضارة هتتبني من غير أسرة. مفيش نهضة هتتبني من غير أسرة. انسوا. وأنتِ شايفة أنتِ عارفة من هناك؟ أيوة أنتِ، أيوة أنتِ. أنتِ أصل بناء هذه الأسرة. هم الأمهات والأخوات والخالات والعمات والجدات. دولكم مهم جدا في بناء الأسرة. جدا. ومحوري وأساسي. أنا همشي في النص الأول من كلمتي عن الأسرة اللي أنا اتربيت فيها. أبويا كان عالم في الأزهر. أمي كانت يعني اجتماعية. حزب الوفد وحزب الوفد حزب سياسي يعني. واتجوزوا بعض. أكيد اتجوزوا بعض مش كده؟ حضرتي أنت فرح؟ ما حضرتيش. بس ماما عزمتك. كان بيت مقسوم نصين، الوالد كان بيقوم بدور والوالده كانت بتقوم بدور. هي كانت محضن لمجتمعها كبير، وهو كان في العلم وفي العمل في الخارج. اتفقوا كل الاسره اللي احنا اتربينا فيها في مصر، لم ارى فيهم ام ما كانتش هي اساس بناء الاسره. لما تيجي تتجوزي تعالي يا شهرزاد. طب تعالي انت. انت كلكم هتخافوا. ما هجوزكم ازاي انا؟ لا انت ما تجيش انت مش تعالي. لما تيجي تتجوزي تتجوزي الاسره كلها. سامع يا شهرزاد؟ ما تتجوزيش خطيبك بس. تتجوزي معاه الام والاب والاخ والاخوات وترضيهم. ما فيش روميو وجولييت. ولا قيس وليلى ولا حسن ونعيمه. الكلام ده في السينما بس. اسره ممتده. وانت لما تيجي تتجوز ما تتجوزهاش لوحدها، تتجوزها اللي حواليها. ها؟ اربعه ايه؟ انت عارف تتجوز واحده؟ خليك مش هنجوزك انت. وتبقى تجيب واحد اولى الابلة وترضى بيك الابلة. فده بالنسبه الأسرة. صبر يا شهرزاد، لازم تصبري. والأسرة صبر. أنت اسمك إيه؟ طب ما أنت قدامي أهو. ياسر. صبر. مش واحدة حلوة ونخرج نتفسح وكذا، لا. ده في فواتير وفي أطفال وفي مشاكل، لازم تصبر. الأسرة مش طلاء زي ما بنعمل دلوقتي، يقول لك بخ، طب أنا هروح عند بابا وهسيب لك البيت. أو أنا هروح عند ماما وهسيب لك البيت. ما ينفعش. دي بنات بسكويت وناس بسكويت. إحنا اتربينا على الفول والطعمية والكسكسي والكشري والكوارع وإيه تاني؟ محشي يا صلاة النبي. نرقيك من كل عين تحسدك. إن شاء الله زغرتولها زغروت. هنا مفيش ما زغرتوش هنا؟ بلى. جالك حنفذة غريب سجلناها الحمد لله. فالأسرة مسؤولية. الأسرة مسؤولية. لازم نبني بيها المجتمع. أنا قلت عن والدي ووالدتي، أنا أسرتي كتير جدا من الشباب كلموني إزاي بتوافق ما بين العمل ده والأسرة.
أمي الله يرحمها رأيت رؤية إن زوجتي تفاحة وبديت إليها من حماية الله يرحمها أنا ما شفتوش تفاحة. التفاح زمان كان في مصر كم كيلو أيامنا إحنا كان كيلو 3 جنيه كان مرتب الموظف أنا كنت دكتور يعني طبيب 17 جنيه يعني أنا كطبيب ما كنتش أعرف أشتري كيلو تفاح حقيقي كان بيجي لنا تفاح من عندهم هنشتري تفاح فين اللي هنشتري تفاح بكرة فقعدت الحلم ده 20 سنة لغاية ما اتحقق في زوجتي أنا اسمي هاني وهي اسمها يسرية الاسمين راكبين على حتى الأسماء راكبة على بعض هي طبيعتها إنها تبني المملكة بتاعتها فادتني المساحة عشان أسافر يبقى في تفاهم وأنا طبيعتي إن أنا ما أتدخلش في البيت عشان كده تفهمنا وإلا المؤسسة دي لم تكن لتبنى لولا أنتم لولا أنتم اللي هم الأمهات والنساء زوجتي واضح؟ يبقى في تفاهم عملي ما بين الاثنين تفاهم عملي ما بين الاثنين على تحمل المسؤولية أنا الحمد لله فضل سبحان الله عندي أطفال بقوا رجالة دلوقتي متجوزين وعندي أحفاد يعني هي قامت تربية 5 أطفال في الغرب لوحدها ما كانش فيه جالية ما كانش فيه كذا وأيامنا إحنا السبعينات كانت العملية إيه؟ في الدنيا ربيع وجو عندنا ضلمة انتوا كنتوا قلتوا في التسعينيات ولا في الالفيه الجديده نحن انا لما طلعت لبريطانيا في 77 اتجوزت في 83 كان ساعتها لسه المساجد تعتبر زوايا حاجات بسيطه كده ده بالنسبه لدور من التي بنت الاغاثه مع الشباب اللي قاعده في البيت اللي ما حدش يعرفها لتربط ان تذكر في مجتمع عام وتقول لي اوعى حذاري تذكر اسمي هددني عمرها ما اشتكت ها؟ لم تسمع الوصية ما لازم اكسر كل حاجة ما الرجالة يعملوا كده برضه انا بعمل مباشر مفيش بكده ما انا بعمل مباشر خدت بالك؟ ليه؟ لانها لابد الناس تدعي لها انتوا بتشوفوني انا لوحدي تفتكروا ان انا بتاع كل حاجة لا اللي بدأ الإغاثة الإسلامية عشان نرجع لموضوعنا بقى شباب تعال يا ابني أنت صغير أنت وأنت خاطب أنت مش كده تعال أنت كمان وأنت كمان يا سياسة أنت شباب في سنهم وأقل منهم في الثانوي تعال يا عريس في سنهم وأقل منهم ما بينهمش بناس علماء تعال يا أخي لو كده بقى أنت كمان تعالي كمان انت جنبنا تعال ناحية هنا هم دول الشباب اللي في سنة 84 بدأوا أول خطوة وأصغر منهم في السن حذاري إنكم تقولوا لابد يجيب فلان أبدا ابدأ بزرع بذرة ابدأ بأول خطوة في مسيرة مليون ميل ابدأ بأول حرف في موسوعة ابدأ وخلي الشاب ينمو فين؟ في مسجد أنا كنت في أسبانيا يعني قبل ما أجي هنا مش عارف أنا بقالي شهرين دلوقتي يمكن في الشهرين سافرت شهر كنت أنت معايا؟ كنا قاعدين في مسجد من المساجد في بالنسيا أنا مش بسميها بالنسيا أين دور الشباب في المسجد؟ العملية مش خطب جمعة لا فين دورك أنت في المسجد لما تكون أنت عضو في مجلس إدارة المسجد؟ دورك امرأة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المرأة بتمثل مجتمع بيئن من الداخل ومن الخارج فلابد يكون لها دور في إدارة المسجد الشاب اللي هو نص المجتمع لابد يكون له دور في إدارة المسجد. صحيح احنا محتاجين المشايخ الكبار. ما لها جدال، بس لابد تكوين الإدارة من 3 أجزاء. الكبار، المشايخ، العلماء اللي كذا، والنساء والشباب.
احنا عايشين في اوروبا، احنا عايشين في اوروبا، في اماكن في اوروبا ما فيهاش مكان للنساء عشان تصلي فيه. للاسف اتكلم عن بريطانيا بالذات يعني. الى الان مش عارف ليه المسجد الاموي اللي هو في القرن الثاني من الهجره كان فيه نساء وفي حلقات للنساء، وام الدرداء الصغرى كانت عندها حلقه في المسجد الاموي كان بيحضرها اللي هو عبد الملك بن مروان. احنا جايبين تاريخ منين؟ جايبين التاريخ احنا عاملينه؟ لا 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 دي امك، دي اختك، دي بنتك، دي خالتك، دي عمتك، ده ابنك، ده حفيدك، هتربى فين؟ الشباب هم اللي بنوا هذه المؤسسة. اوعوا تفتكروا ان واحد اسمه كذا، انا مش هذكر اسمه، كذا هو اللي بنى، ابدا هم دول اللي بنوا، ولا انتوا ما شفتهمش ما عرفتهمش ان دول بنوها في في, في في الايام الاولى اللي ما كانش فيها مكتب ولا كان فيها تليفون ولا كان فيه عنوان ولا كان فيه ميزانيه ولا كان فيه حساب. هم الشباب اللي بنوها. لو احنا اهملنا الشباب يبقى الخطا عندنا احنا. تمرن الباب من البلاد كل شوية، معلش يا براء، يا دكتور براء، وكالباب دي اللي هي يعني بس انا قلت باسم البلد اهو. كل ما اروح الاقي نفس الشخص مسؤول في مجلس ادارة 5 سنين 10 سنين 20 سنة. قلت طب فين الشباب اللي لسه ما استووش؟ يبقى انت راجل خايب. لما انت هتقعد تربي الشباب في 10 سنين يبقى انت بتعمل ايه؟ كون ان انا اقعد في المسجد الى الابد غلط، مفيش حاجه للابد ابدا. عايشين في مجتمعات بتتغير في اليوم مئات المرات وكل ثانيه وكل دقيقه وكل ساعه. لابد يكون لهم دور وانتم لكم دور، والمجتمع يكون جزء من المسجد. مسجد مش مكان للسجود فقط، في حاجه اسمها مسجد الجامع اللي يجمع كل الناس فيه، وانتم هؤلاء الناس. فذاك لما نذكر المسيره اللي بدات من 38 سنه في يناير القادم، 17 يناير هيكون عيد ميلاد 38. هذه المؤسسه اللي هي مباركه مش بشخص ابدا، تعرف مباركه بمين؟ بالايتام والارامل والمساكين، بدمعه يتيم واهل مسكين وارمله ومغتصبة وشريد ولاجئ ونازح وشيخ كبير ومريض. مشيت بدول. اوعوا تفتكروا ان الفلوس اللي هتجمعوها النهارده دي هي اللي هتمشي المؤسسه، ابدا. ده في عداد بيدعي بدعوات الاطفال الايتام والارامل ها والمشايخ العجزه، هو اللي مشي المؤسسه في وسط الحرب الشرسه عن عمل إنساني العالمي الإنساني خاصة الإسلامي. يا ريتهم من ناس من غير بني جلدتنا، لكن من بني جلدتنا بس ما عندهمش جلد، جلدنا غير جلدهم. هيجي يوم من الأيام نتحاكم أمام الله سبحانه وتعالى، بس هل ده هيجعلكم لا تستمرون في العمل؟ أبدا أبدا. أقول لكم أنا حاجة حصلت في 2001 بعد 11 سبتمبر. ده سبتمبر حصل، كنا احنا في المدينة في برمنغهام وكان عندنا 3 حمامات. خرجنا احنا الثلاثة، أنا والدكتور أحمد مسؤول الاتصالات، وإدريان هو مسؤول الإعلام. إدريان كان إنجليزي، فإدريان طويل كده بسم الله ما شاء الله. قال لنا خلاص احنا نوطي راسنا بقى وخلاص بقى، عشان إيه؟ التيار جامد قوي. كان الرد عنيف عليه، لا احنا جزء من المجتمع المسلم في العالم وفي اوروبا، وما يسيب المجتمع المسلم في العالم وفي اوروبا من خير او شر احنا جزء منه، ولن نخفض رؤوسنا، سنتصدى لكل هجمه اعلاميه. وفعلا اتدربنا ورحنا نزلنا اتعلمنا عند بعض التلفزيونات عشان يعلمونا ازاي نمسك الكاميرا، ناخد ده من الكاميرا قبل ما نتكلم. عملنا متحدث رسمي واحد
25 دولة، حدش يفتح بقه إلا واحد بس. وكنا بنذهب لكل مؤسسة إعلامية أرادت أن تأتينا أو نذهب إليها. ونجينا نجانا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إحنا خرجنا قلنا نحن لا. إيه؟ مش حاجة يعني خفنا إيه؟ إحنا ما عندناش حاجة غلط. ومش هنعمل حاجة غلط، مش هنقف. فذلك المسيرة دي هتستمر بكم من اليوم، وبأبنائنا من اليوم، وبأحفادنا من اليوم، ولن تتوقف. استمرت ازاي؟ مسيرة الخير، حتى لو كان في اسلاموفوبيا. اتفقنا في برشلونة هم يعملوا اسلاموفوبيا وانتوا تعملوا ايه؟ بركافوبيا. تعمل ايه؟ قولي بركافوبيا. قلت تعمل ايه؟ بركافوبيا. لا حب فوبيا. حب فوبيا. ايوه. وانت هتعمل ايه؟ علي فوبيا. ها؟ علي فوبيا؟ لا لا. صدع فوبيا. صدع فوبيا. وانت ايه؟ صدق فوبيا. بقول لك صدع فوبيا؟ وانت زكا فوبيا؟ أي حاجة. أي حاجة. فيقولوا ها؟ الآية بتقول ايه؟ فهو إذا حضروا وجهلونا؟ قالوا صح خلاص. احنا ماشيين. اوعي اللي وراك يا دكتور نزلت انت اوعي تخافي من حد. خلي بالك الصغيرين دول عوديهم انهم ما يخافوش. شايف البنت الحلوه دي؟ تعالي انت بتاكلي ايه؟ تعالي انت ايوه. هاتيها هاتيها دي جميله. ميي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 ي
انت بتحبي ماما؟ سي سي سي؟ بتحبي بابا؟ سي بتحبيني؟ وي نو 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 لذول حذاري نترك الدنيا دي وما نمهد لهمش الطريق. يبقى احنا فاشلين كافراد اباء وامهات ومؤسسات. مهما اعتلينا المنابر ومهما اخذنا دكتوراهات وسمينا فقهاء وعلماء هنبقى فاشلين. لابد ان نؤمن مستقبل هؤلاء لان هو الاستثمار الاساسي لينا احنا في هذه الدنيا. اللي هو هيكملوا بركه فوبيا وحب فوبيا وخير فوبيا وصنع فوبيا الى اخره. زي ما كان في مقوله قالها رجل رحمه الله عليه: كونوا كالشجر يرمونكم بالحجر ترمونهم بالثمر. مش انت شجره؟ شجره تفاح، شجره برقوق، شجره موز، لا موز ما بيترميش، شجره كاشو، كاشو بس ده غالي شويه. ايه؟ شجره فول؟ مين اللي قال شجره فول؟ توت، افتكرت غير فول، والله اللي قال لو كنت قلتها فول كنا هنقيم عليك لحد هنا. هو الفول ليه شجره يا ابو شجره؟ لا ده الفول ده هو شايف جسمي ده مبني على الفول والطعميه، فول الحلاتي والفول النابت والفول المقلي. عجبتك؟ طيب فلذلك بنرجع مره ثانيه مسيره الاغاثه 38 سنه انتوا عملتوها. لم نكن نحلم ان نقف بينكم اليوم وان تستمروا انتوا من غد. حذاري انكم تفتكروا ان احنا جايين نجمع فلوس منكم. المال مال الله والرزق رزق الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعطيه من يشاء ويمتحن به من يشاء لكي يدخله الجنه من باب الصدقات. باب الصدقات. اما الفقير والارمله والمسكين والشريد اخواننا، احنا عندنا 7 مليون سوري نازح. عيب. 6 مليون سوري لاجئ. عيب. اكثر من 20 مليون جائع في اليمن. 19 مليون جائع في افغانستان. مليون محتجز في معسكرات تعذيب في من اليوغور في تركستان الشرقيه في الصين. الروهينجا 1.1 مليون.
خارج ما بين بنجلاديش ودلوقتي بيرحلوهم لجزيره مش عارفين ايه اللي فيها. عندنا قضيه فلسطين اللي هي مستمره من 70 سنه. عندنا الفقر في افريقيا والعطش في افريقيا والجوع في افريقيا والقحط في افريقيا والتصحر في افريقيا. شايفينها مشكله ان دلوقتي احنا شايفين كل حاجه. زمان ما كناش بنشوف. كان الخبر يجي لنا بعد شهر وشهرين وثلاثه كل الناس ماتت. دلوقتي السلام بيحصل دلوقتي يجي لنا ثاني يوم او في نفس اليوم الحق حصل كذا كذا. فالسوشيال ميديا قربت كل حاجه قربت كل بعيد. فلذلك المسؤوليه مسؤوليه فرديه مسؤوليه فرديه. كل واحد فينا يستطيع ان يقوم بيها. عايز اوجه كلمه اليوم بس كده ممكن كلمه للتوفيق في الصداقات وصدقوا كثير ان شاء الله. تعال تعال عشان تتجوز تعال انا هكلم حماتك تعال هنا الاختبار ليك ها الاختبار لي ها قول اللي تقوله بقى ايطالي فرنساوي اي حاجه bisogna lasciarli in conto come hanno detto tutti i nostri ospiti e tutti noi possiamo dare una mano, dai più piccoli ai più grandi, tutti. Quindi cerchiamo di fare il possibile per poter aiutare tutti gli orfani, tutte le persone che hanno bisogno. Una halga aqsim lezza li kam di azar. Eh? خلاص. انت خلاص كده يعني زي مالك يا مالك افتح علينا خلاص حاول بس قصه واحده يعني اجمل صدقه انا جمعتها كانت من شخصين على احداث البوسنه واغتصاب النساء في البوسنه في جزيره سربنيتسا واحد شيخ كان في اليمن وكان ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. جالي بعد ما خطبه الجمعه ايده عامله كده. فتح ايده قال معايا 5 ريال. 5 ريال يعني ما يسووش ربع يعني سنتيم. 5 ريال. فلما جيت اسكره واقبل راسه لقيت الغبار بالظبط اللي بيتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن اشعث الاغبر المدفوع بالابواب الذي لو اقسم على الله لابره. كل ما كان عنده كان 5 ريال. الثاني كان شاب من الامريكان الجدد المسلمين في بروكلين في نيويورك. وكان الكوبون بتاع الاكل بتاع اسرته 3 دولار. جه بعد صلاه التراويح اتفضل كان حصل 95 ما بين اليمن هنا وبين بروكلين هنا. قال ده الطعام بتاع اسرتي اتفضلوا. ليه؟ لان خير الصدقه هي جهد المقل الى فقير في سر. اليمني مقل والامريكي مقل. اما اجمل ابتسامه تلقيتها في حياتي كنا جايين من كابول افغانستان على الحدود مع باكستان على اسلام اباد في باكستان عشان نطلع على كشمير. يعني 17 18 ساعه او 20 ساعه الرحله. وعلى الجبل وقفنا شخص ها مش عارفين هو مين. مش عارفين هو مين. الشخص ده افتكرنا ان هو عايز فلوس فنزل زميلي يديله 500 روبيه. عمال كنت فعرفت ان هو ابكم واصم. رث الملابس خالص فقير جدا. ففهمنا ان هو عايز نوصله مكان معين. دي اجمل ابتسامه في حياتي واجمل صدقه تبسم في وجه اخيك صدقه. ف
فركب العربية، لما ركب العربية شعرنا وشمينا ريحة العرق، وفتحنا كل النوافذ لأن احنا ضعاف مش قادرين نتحمل رائحة هذا الرجل العرق بتاعه. لما التفت في دخلت كده ابص له، لقيت على ابتسامة وشه نور لم أراها من قبل إلى الآن، والكلام ده من حوالي 30 سنة. لما نزل من العربية عشان يمشي طلعت أجري وراه عشان أتصور، ما لقيتوش، اختفى. أكان بشرا أم كان ملكا؟ الله أعلم. فلذلك عمر الأشياء مكتوبنا بالأشياء الكبيرة، 5 ريال، 3 دولار، وابتسامة. والذي يبارك في هذا هو صاحب الأشياء وصاحب الأكوان سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.